السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم طلاب برنامج التعليم الإلكتروني المدمج المستوى الثالث الفصل الدراسي الأول في مادة مبادئ النظم المحاسبية. الأهداف التعليمية: 1- التعرف على مفهوم النظام ومكوناته وهدفه وإجراءاته. 2- التعرف على مفهوم النظام المحاسبي. 3- التعرف على الوظائف الأساسية لنظام المعلومات المحاسبية. مفهوم النظام عبارة عن مجموعة من المكونات الأساسية أو النظم الفرعية المترابطة التي تتفاعل مع بعضها البعض وفقا لإجراءات وقواعد منطقية وفي حدود إطار معين لتحقيق هدف أو أهداف محددة. مكونات النظام: يتكون النظام من عدة مكونات أساسية مترابطة تتمثل في 1- المدخلات. 2- عملية التشغيل. 3- المخرجات. 4- التغذية العكسية. 5- قواعد الرقابة. 6- حدود النظام. ويمكن توضيح مكونات النظام في الشكل التاني، فكما يتضح لحضراتكم أن المدخلات تم عليها عملية التشغيل لتتحول إلى مخرجات، وعملية التشغيل يحكمها مجموعة من قواعد الرقابة هي والمدخلات والمخرجات، ومن ثم فإن المخرجات الناتجة يتم التغذية عكسية لها مع المدخلات للتأكد من جودتها وصلاحيتها في ظل البيئة المحيطة بالنظام. هدف النظام: يسعى النظام إلى تحقيق هدف معين وهو الذي أنشئ النظام من أجله، وعند تحقيق النظام لعدة أهداف فيجب أن تكون هذه الأهداف متفقة مع بعضها وليست متعارضة. إجراءات النظام: وهي الإجراءات التي تحكم عملية تشغيل النظام وخطوط الاتصال بين مكونات النظام وعلاقته بالبيئة المحيطة به بحيث يستطيع النظام تحقيق الهدف المطلوب. ويعتبر النظام المحاسبي أحد الأنظمة الموجودة لدينا، ومفهوم النظام المحاسبي عبارة عن إطار عام يحتوي على مجموعة من العناصر أو الأدوات المترابطة مع بعضها والتي تعمل في ضوء مجموعة من الأهداف المالية والمحاسبية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدة والمستوى القومي. أهمية النظام المحاسبي: تنبع أهمية النظام المحاسبي من كونه 1- أداة للتسجيل، حيث تسجل المعلومات والأحداث أولا بأول من واقع المستندات المؤيدة لها في مجموعة السجلات والدفاتر. 2- أداة للقياس، حيث يتم قياس نتيجة النشاط من خلال مقابلة الإيرادات بالمصروفات وقياس حقيقة المركز المالي في لحظة معينة من خلال تقييم عناصر المركز المالي. 3- أداة للتحليل، حيث يتم تبويب وتشغيل البيانات المحاسبية طبقا لأساليب وطرق التكاليف بهدف ربط هذه البيانات بوحدات المنتج النهائي أو بيان العلاقة بين عناصر التكاليف وحجم النشاط وأثر ذلك على ربحية الوحدة فيما يعرف بتحليل التعادل وتحليل البيانات للأغراض الخارجية. 4- أداة لتحقيق الرقابة الإدارية، حيث تستهدف الرقابة الإدارية زيادة الأرباح في الأجل الطويل، ويتحقق ذلك من خلال مبدأين: مبدأ تحديد المسؤولية ومبدأ الإدارة بالاستثناء. 5- أداة لعرض النتائج، حيث تعتبر التقرير هي الناتج النهائي للنظام المحاسبي. 6- أداة مساعدة لصنع القرار الإداري، حيث تمد متخذ القرارات بالبيانات السليمة تحديد فاعليتها في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة. ويمكن توضيح نظام المعلومات المحاسبي في الشكل التالي، فكما يتضح لحضراتكم أنه تم تجميع البيانات من خلال المصادر الخارجية للبيانات والمصادر الداخلية للبيانات، ثم تم إجراء عملية تشغيل البيانات في ظل إدارة قواعد البيانات المتاحة، ونتج عن ذلك توليد المعلومات في صورة تقارير يستخدمها المستخدمين الخارجيين والمستخدمين الداخليين، ويتم إجراء التغذية العكسية سواء في البيئة الداخلية بين المستخدمين الداخليين والمصادر الداخلية للبيانات
أو في البيئة الخارجية بين المستخدمين الخارجيين والمصادر الخارجية للبيانات التي تم تجميعها. وظائف نظام المعلومات المحاسبية: 1- تجميع البيانات من مصادرها الأولية وتسجيل وفحص تلك البيانات بحيث تكون صالحة للإدخال والتشغيل من خلال تطبيق مجموعة من الاختبارات المتكاملة التي تساعد على اكتشاف أخطاء إدخال البيانات للعمل على تصحيحها بشكل فوري أثناء عملية الإدخال. وسيتم تناول مجموعة من تلك الاختبارات في المحاضرة الثانية إن شاء الله. 2- تشغيل البيانات، وذلك لتوفير المعلومات المطلوبة من خلال تحديث البيانات وتبويب البيانات، ترميز البيانات، فرز البيانات، دمج البيانات، العمليات الرياضية والمنطقية، تلخيص البيانات، ثم مقارنة البيانات. 3- إدارة قواعد البيانات، ويتم ذلك من خلال تحديث قاعدة البيانات واسترجاع البيانات والتقارير منها لتوفير المعلومات اللازمة لمستخدميها، وذلك من خلال تخزين البيانات، استرجاع البيانات، إلغاء البيانات. 4- توليد المعلومات لتقديمها لمتخذ القرارات من خلال توليف البيانات، ترتيب البيانات، صياغة البيانات، ثم عرض تلك البيانات. الفرق بين البيانات والمعلومات: البيانات عبارة عن حقائق تصف خصائص الأحداث والكيانات، والبيانات في حد ذاتها لا تعطي مدلول معين ولا تصلح للاستخدام، وعندما يتم تجميعها وترتيبها وإجراء العمليات الرياضية والمنطقية عليها تصبح صالحة للاستخدام وذات معنى مفيد وتسمى معلومات. وبالتالي فإن المعلومات عبارة عن بيانات قد تم تشغيلها لتكون نافعة ومفيدة لمن يستخدمها في اتخاذ القرار. ويلاحظ أن ما يعتبر معلومات في مرحلة معينة يعتبر بيانات في مرحلة تالية لها.